لا حول ولا قوة الا بالله. عصام، السلام عليكم. كيف كتواجدوا؟ في عين الطيل النخيل الشمالي. شنو المشكل اللي عندكم؟ وتنعانيو من نقص في المياه من القطاع. واش ما خبروكم والو؟ ما خبرونا خويا ما والو. جاونا على غفلة مع وقت السحور. دابا كما كنعرفوا راه رمضان هذا من الاساسيات ضروري خصو يكون. ضروري خصو يكون، هذا راه مشكل وما خبرونا ما والو. تقريبا شحال من ساعة دابا باش تقطع الماء؟ غادي شي 20 ساعة ولا 22 ساعة. كيبانوا لي الناس دابا هنايا كيسقيو ما تيسقيو من واحد التيبوات من الماء ديال الابار، وهذاك الماء ديال الابار ما عرفناه هو الصالح ولا ما صالح للشرب. دابا الناس مساكن ما عندهمش باش يشريو الماء ولا جاو هنا نظرا للمعاناة والفقر ما عندهمش باش يشريو تيجيو تيستافدوا من هذاك الماء ديال هذا الابار. هاد الناس الله يجازيهم بخير، الله يكثر خيرهم. هاد الناس هادو راه حتى هما مواطنين بحالنا بحالهم، دايرين مع الناس المزيان والناس المسؤولة راه خصهم يشوفوا من هاد الرسالة ديالي. الرسالة ديالي هو خص المسؤولين ديال هاد النخيل هذا خصهم يوقفوا مع الناس في هاد الحالات هادو، ويعلموا الناس قبل لا بيديروا شي حاجة خصهم يتشاوروا مع الناس ويعلموهم قبل. كاع ما يتشاوروش كاع معاهم، خصهم يعلموهم، يعطيهم واحد الفترة باش تا هما يستعدوا، يديروا واحد الريزيرفاسيون تا هو يحطو حداهم، وديك الساعه يقطعوا يقضيوا واش بيقضيوا وعاودوا يطلقوا الناس هذاك الشيء اللي بغيو يطلقوا. طيب اخويا. كيف كتواجد اخويا شعيب؟ في الساكنه عين الطي. شنو المشكل اللي عندكم؟ المشكل هو قطعوا عندنا الماء شي 16 ساعه هاجي. عباد الله ما لقات ما تشرف في رمضان المواعن ما بقاوش تيغسلوهم. الناس صايمين. الناس صايمين شحفانيه تدواش اللي بيتي تدوش ما يمكنش تدوش دابا. ايوا هذا الشيء اللي كاين، ها هما بنادم هنايا تيعمروا لهم في الماء. ولكن عباد الله كثار عمروا لهم هاد الماء الناس اللي فيها المحسنين. هذا بير، هذا بير، هذا ما ديالش الماء ديال الشراب، هذا بير الناس تيغسلوا به الحوايج مواعن تيسيقوا به ديورهم، اما باش يشربوه لا ما ديالش الشريب هاد الماء هذا. يعني دابا خاص المسؤولين يردوا الماء في اقرب وقت. اقرب وقت ممكن، حيت بتمشي تشري بيدو 5 لتر تاع الماء ب 300 ريال ما خداماش. 5 لتر تاع الماء ب 300 ريال شحال خاصها تكمل 300 ريال وبتشطط منه. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدين ديال نيشان، تحيه لك الاخ هارون. بالنسبه للمراكشي اللي كيتسائلوا يعني فينا هو الماء اللي يعني ما كاينش عندهم يعني من الصباح اليوم، وكيف صورتي قبل قليل يعني وليدات نساء رجال هازين البواده ديالهم هازين القراعي ديالهم تيقلبوا على واحد القطره ديال الماء، فالماء ديالهم السي هارون ها هو، ها هو فين ضايع، ها هو فين غادي، يعني غادي للبحر ما كاين لا بارج لا حتى شي حاجه. فتقريبا راه كاين شي قادوس كبير على ما حد يعني المعلومات اللي جاتنا، كاين شي قادوس كبير الفوق تهرس هذاك القادوس يعني وقع فيه شي خور وقع فيه شي مشكل كبير. فالماء ديالو يعني راه مياه كثيره، هذه المياه حنا محتاجين لكل يعني كل نقطه فيها محتاجين ليها، هي كتضيع. ما عرفنا واش دابا خدامين عليه ولا ما خدامينش. فيعني الناس هنا كيعيشوا ظروف جد مزريه، كي شفناهم قبيله يعني وليدات كيف قلنا وليدات بنيات رجال نساء تيدوروا تيقلبوا على الماء. المشكل الاكبر هما لقينا حتى موالين الحوانت، ما عرفناش موالين الحوانت ولا من الاصل موالين الشركات اللي استغلوا هذه الفرصه وزادوا. كيقول لك انا زادوا درهم في البيدو على ما اعتقد، يعني زادوا درهم في البيدو ديال الماء، يعني استغلوا هذه الفرصه. يعني كاين ازمه عند الساكنه ويزيدوا حتى هما يزيدوا الازمه انهم داروا الزياده في هذه المياه هذه. فراه المياه منعدمه، حنا كنتكلموا على النخيل وكنتكلموا على مراكش ككل، الانباء اللي وصلتنا من اغلب الاحياء ديال مراكش راه الماء ما كاينش، راه منعدم. الماء الالي كيسقوا يعني واحد المجموعه ديال الناس كيمشيو لبعض الفيلات تيمشيو لبعض التيبوات اللي عندهم الابار وتيسقوا منهم، وهذاك الماء ديال الابار غير صالح للشرب. يعني راه تيدوا هذاك الماء كيف تكلم مع واحد الناس كيديوه باش يغسلوا المعينات ديالهم ولا باش يغسلوا حويجاتهم باش ينقيو الحاله ديالهم، لان واحد قال لك إيه باش يتوضا مشى هز الماء من الثلاجه داك اللي حاط في الفريكو مشى سخنو باش يتوضا. يعني الماء راه ما بقاش، وحتى الاعلان على ان الماء في مراكش راه ما كاينش يعني جا متاخر، يعني ما باقيش لقات الناس كيفاش
يعني انا كاع علمتيني انا وقلتي لي في اللي راه الماء غادي تقطع غدا من غدا غادي تقطع الماء، يعني ما عادش نلقى فرصه من غنمشي نشري انا بيدوزه ولا غادي نشري بيدوات ولا غادي نشري شي حاجه نخزن فيها الماء نشري خزان ديال الماء، يعني على ما نصبح للصباح راه الماء تقطع. هذه الازمه اللي وقع فيها يعني غالبيه الساكنه ديال المراكشيه، وراه تنتمناو يعني المسؤولين انهم يتدخلوا في اقرب وقت ويديروا شي حل لهذه الاشكاليه هذه، فاول ما يعني راه تيضيع اول ما دابا غادي تيضيع، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم.